هنروح لخبر تاني وافكركم بقى زمان ايام التليفون اللي كان بسلك، يا فاكرينه؟ كانت الناس بتحلم انه يجي اليوم اللي هيتكلموا فيه مع بعض في تليفون من غير سلك ومش مرتبط بمكان. في الوقت ده كان كل الكلام مجرد حلم، ما كانش فيه وقت اصلا انه حد يتكلم او بيكلم حد ويقول له انت فين، لانه ببساطه هو موجود في المكان اللي فيه رقم التليفون الارضي. دلوقتي بقينا تقريبا كل الناس معاها التليفون المحمول السمارت فونز، وبقى التواصل اسهل واسهل، لكن هتفضل دايما في حلقه في سلسله التكنولوجيا لسه احنا مش عارفين ممكن نقف فيها عند فين او ايه الجديد اللي فيها. الكلام اللي فات ده كله كان بفضل المهندس مارتن كوبر، وهو صاحب براءة اختراع أول هاتف محمول أو موبايل زي ما بنقول، واللي اتولد زي النهارده في 26 ديسمبر سنة 1928 في مدينة شيكاغو، وحصل على البكالوريوس من معهد إلينوي للتكنولوجيا سنة 1950، والماجستير من نفس المعهد سنة 1957. مارتن كوبر مهندس أوكراني الأصل أمريكي الجنسية، اخترع أول هاتف محمول أجرية كان نائب رئيس شركة هواتف في نيويورك. ويوم 3 إبريل عام 1973 مارتن أجرى أول محادثة في التاريخ عبر هاتف محمول من إنتاج الشركة، والمكالمة كانت وقتها متوجهة للشركة المنافسة ليهم، وتضمنت عبارة أنا بتصل بيكم لمعرفة إذا كان صوتي مسموع بوضوح لديكم أم لا. كياد قوي، كياد قوي، ده طلع كياد. جدا يعني. طيب التليفون ده بقى اللي اتكلم منه مارتن كان اول تليفون محمول في التاريخ، كان طوله حوالي 23 سنتيمتر، وزنه تقريبا كيلو جرام كامل، واحتوى على 30 لوحة من الدوائر الالكترونية، وكان بيحتاج ل 10 ساعات لشحن بطاريته، وبيشتغل بعد الشحن حوالي 35 دقيقة بس للأسف، وكان سعره 4000 دولار وقتها طبعا. وبعدها كمان بدأت كل الشركات تتسابق في تصنيع وتطوير التليفونات المحمولة لحد ما وصلت للي وصلنا ليه دلوقتي. علشان كده اتقل تاخد حاجة نظيفة، حاجة ما تنزل بتبقى غالية، نصبر شوية، اصبر شوية هتلاقي في الاخر اتكلم على الارضي ونستحمل شوية لحد ما يبتدي المحمول يرخص. بس انا عايزة اقولك قد ايه فعلا فعلا احنا حياتنا دلوقتي من غير موبايلز ما تمشيش، ده يعني ما تنفعش. انا في يوم نسيت موبايلي في البيت ما وصلتش الشغل، انا لسه بقول ان مفيش جي بي اس، انت طلعتي لوحدك. ايوه مش كده؟ انا شخصيا يعني بعترف وكتبتها قبل كده بوست على الفيسبوك انه يعني في كده تريبيوت لصديقي الصدوق وهو الموبايل، يعني سمارت فون بقى تعرفي تقعدي يوم كامل في البيت ما وراكي، ما بتعمليش حاجه تانية غيره يعني. ده حقيقي. لا وهو اللي هو اللي بيسعفك في كل حاجه، هو قرب لك في كل حاجه، لو انت ناسي حاجه يفكرك بيها، لو بتدوري على حاجه تعرفي تدوريها من خلال سمارت فون، الساعه، التاريخ، عايزه تتصلي، كل حاجه يعني. فخلاص فسمارت فون ده يا جماعه بقى اهم يعني حاجه في ماي لاف. بالظبط. دي حاجه منه. الحاجه الثانيه بقى، احنا عايزين طبعا نشكر مارتن على البدايه ان هو يعني دشن اول خطوه، لكن هو أثبت في الحقيقة أنه إذا كان يعني كيدهن عظيم فكيد الرجال أقوى. بالظبط. فأنتوا كيدكوا أقوى، يعني لو كيد النساء عظيم أنتوا كيدكوا أعظم. أنا بدوم صوتي لصوتك بصراحة كده. يعني شفتي شفتي عمل إيه؟ لا يعني سمعيني صوتي كويس؟ صوتي باين، أنا بتكلم في الشارع. صورني وأنا مش واخد بالي. أنا عايش سلك.